مرض الثلاسيميا وراثي كما أسلفت حضرتك، أها يتسبب في ظهور طفل مريض بالثلاسيميا طبعا الوالدين نتيجة عدم وجود فحص قبل الزواج، وبالتالي علينا أن نعرف أنه حوالي 4.6 من المجتمع العراقي يحمل صفة الثلاسيميا. أصبح لزام علينا إجراء هذا الفحص بشكل إجباري قبل الزواج، حتى العائلة قبل ما تبنى عليهم أن يعرفون هناك احتمالية 25% يجيهم طفل مريض مصاب بالثلاسيميا. هذا التأخر عن إجراء هذا الفحص وفرض قانون وطني لحماية المجتمع من الثلاسيميا أخرنا كثير عن بقية الدول حتى المجاورة لنا. مراكز العلاج بالعراق تفتقد إلى دواء الفاكتور 8، هذا نعم. اللي بالفعل اللي يحتاج المرض الثلاسيميا، المفروض لازم موجود، يعني أصبح الآن شحيح. قبل ما أتجه إلى السيد، يعني أكو المشكلة اللي المركز اللي فتحته العلاج هو بزراعة النخاع، يا أما من الأب أو الأم، نخاع العظم. ليش ما يخضع المصاب لهذه الجراحة؟ هو بالحقيقة عملية زراعة النخاع تتطلب وجود متبرع، ما بالضرورة من الأب والأم، لا بالعكس من الأخوة المفروض، يعني لأن إذا طابقت يعني هم جو من نفس الوالدين، فمن المحتمل أن يكون أحد الأخوة أو الخوات يكون متبرع مناسب له. يعني هاي الفرصة ما تتيسر للجميع، يعني قد يكون هناك عوائل أصيبوا بأول مريض فعزفوا عن إنجاب أولاد آخرين، فبالتالي انحرم من وجود متبرع. موجود وسائل أخرى اللي هو بنوك النخاع، اللي لازم من وعي المجتمع على بناء بنوك للنخاع مثل بنوك الدم، يعني ممكن المواطن يتبرع بنخاعه اللي من يريد، وهذه موجودة في جميع أنحاء العالم، إلا إحنا مع الأسف بعد ما ارتقينا إلى هذا المستوى من التضحية أو من الإيثار. زراعة النخاع إحنا طبعا نتكلم عنها لأنه بدأنا بالعلاج من 2005، عالجت 47 مريض في إيطاليا معظمهم، كانت نسبة النجاح تقريبا 97-96%. كانت يعني سمعة هذه العملية، ويقال أنها أصعب عملية وأغلى عملية تكلف مليون دولار، لا بالحقيقة لا، ما بهذا الشكل. تبين أن نسبة نجاحها عالية جدا إذا توفرت لها الشروط المناسبة، وده نخلص المريض نهائي من المرض الوراثي هذا اللي ممكن يصاحبه طول حياته، ويعطل فرد بالمجتمع، وقد يعطل العائلة كلها يعني.